السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو. هذه غادي نوريكم بسرعه يعني الطرق الممكنه اللي نقدروا نجبدوا بها السيريال نمبر ديال واحد البيسي. كيف ما كتعرفوا كنت وريتكم يعني التيكل اللي كتكون تحت البيسي اغلبيه كتمشي ليه. دونك كاينين طرق اخرين اننا نبداو وحده وحده حتى نساليهم كاملين، ولكن اللي كتبقى دائما واللي كتبقى مضمونه دائما هي اللي وريتكم ديال البيوس. غادي نعاود نوريها لكم حتى هي في الاخر ديال الفيديو. نبداو بهاد لا كوموند، كان قالها واحد الاخ في واحد الكومونتير، هي هادي غنخليها لكم في الديسكريبسيون. كنديرو كان ان كوبيها وغنجي لديماري وغنجي سي ام دي انفيت دو كوموند، وغادي نكوليها بحال هكا. كنكليكي باليمين تكولا وندير اونتري، كيعطيك السيريال نمبر هو هذا جي تي في 64 بي جوج. هذا من جهه، ومن جهه اخرى كتجي اولا كتجي للموقع ديالك انت. بالنسبه لي انا عندي دال، غادي نكتب دال درايفر. انت الا عندك اش بي غادي دير اش بي درايفر، عندك ازيوس درايفر، وغادي تجي للبيلوت اي تيليشارجمون. هاد السيريال نمبر كاين فعنا باش اننا نعرفو اكزاكتومون منين بغاو ندخلو انتيليشارجيو ليه درايفر ديالنا، نطيحو اكزاكتومون في البي سي ديالنا. سيرتو الناس ديال اش بي اللي كيخرجو لهم بزاف ديال الاحتمالات، ماشي بحالنا حنايا في دال يعني كل بي سي كيعطيك داكشي اكزاكتومون. دونك كاين هنايا ايدونتيفي فوت برودوي كيقولك عطيني السيريال نمبر. دونك افترضو مثلا ما عندناش، كتكون واحد لوتي ما عرفتش فين هما، ما عطاوهاش هنايا. هنايا كنقلب على واحد لوتي اللي ما طلعتليش، علاش؟ حيت انا ديجا مانستالي عندي في البي سي، دونك النافيغاتور اوتوماتيكمون كيلقاها وما كطلعليهاش. دونك غادي نخليكم نكملوا دابا لا فيديو البي سي ديالي. ولكن كاينه واحد لوتي كيعطيوها لك في السيت، كتيليشارجيها والراسو كيولي يقلب لك على البي سي. فوالا لاحظتو طلع ليا البي سي اكزاكتومون بلا غارونتي ديالو بالمسائل ديالو، وبين ما يتشارج عليها الصفحه هذه كاينه واحد الطريقه اخرى. كنقدروا نكليكيو في ديماري، كنديروا اكزيكوتي وكنكتبوا دي اكس دياك. هادشي راه كنبقى نقولو في لي فيديو الاخرين، وغندير اونتري. ولكن يعني ما كيكونش عندهم علاقه بالسوجي، ولكن ملي كنكون كنشرح واحد الموضوع كنقدر نعطي واحد لا كوموند ولا واحد الحاجه اللي كتنفع. غير هاد لا كوموند هذه ما غاديش تعطيك السيريال نمبر، ولكن غادي تعطيك الموديل، حيت حتى الموديل كينفع. هذا انسبيرون 5482. هذا المهم، هادو من ضمن الطرق اللي تفكرت حاليا. دابا غنوريكم ديال البيوس. دونك ملي كتدخل البيوس ديال البي سي ديالك، راه الطريقه ديال البيوس راني شرحتها لكم ديجا في الفيديو اللي فات. كتقدر تجي يعني للسيستيم دانفورماسيون او لا انفورميشن او لا مين، على حسب البيوس اللي عندك. انا بالنسبه لي غادي ندخل للسيستيم انفورميشن هادي، وهنايا غادي نلقاو هنايا سيرفيس نمبر او لا سيرفيس تاك. ها هو ده نفس لافورماسيون ديال القبيلات جي تي في 64 بي جوج. دونك هادي هاد الطريقه ديال البيوس باش زوينه. يعني البي سي واخا يكون خاسر، واخا يكون فيه شي سيستيم واحد اخر، يعني غندخل للبيوس وغنجبد السيريال نمبر ديالو كيف ما بغاو يكون السيستيم فيه، يكون خاسر ولا يعني ديما الطريقه صالحه في اي مكان واي زمان. فوالا هادشي اللي كاين، نتمنى لا فيديو تكون عجبتكم. تلقاو في جي فيديو واحد اخر. السلام عليكم.